نسوي نتكلم عليها ملاحظها. وين هي المضرورة؟ المضرورة هاوي ناكل لابسة لحمة. الله يخليك. نسكر الفير شوي، عايش عايش نسكر الفير شوي. الله يقطع حالك. لو نحن بس وسط الجبل لما كانوا شافونا، نحن مشينا نحطب وسيدي ونقود حشاك الزايد، ونا نلقى الخيط كي خيط ابيض لقاه كي محسوب يقرب الارض كي. صارت الحكايه طلعوا الصباح انا ما كنتش ذم، طلعوا الاربع نساوين هذوما كافيه بنت الملك عبيدي وساسيه بنت الملك عبيدي وناجي بنت محمد عبيد أم الخير عبيد، طلعوا يجيبوا في الصويح. طب نحن ما عندناش علاش نطيبوا الماكل اصلا. وين البقعة؟ البقعة وين؟ البقعة منطقة دوار السماريه قرب جامع في سيدي الفاسي عماد البريك. ها؟ كيفاش صارت الحكايه؟ صارت طلعوا الصباح يجيبوا شويه حطب ونطيبوا عليه الماكل وندفوا عليه الدنيا بال. هي هما مطلعين معاهم زين. هما مازالوا هما يمشوا دخلوا في منطقة في الجبل يجي 300 متر ويلقوا خيط هكا مندود في الكيان. تعدوا يسخبوا خيط هكا، الخيط هذاك مشوا الزايل وهو ظهر عليها تضرب بالزايل وتضربهم على رب. ما طلبنا الأمن وما طلبنا كل شيء، يطلعوا شوفوا عرضوا شوفوا العلم كاين، نحن فقراء وما لقينا علاش نطيبوا الماكله وما لقينا ونسيتنا الدولة أصلا. والكراهب تو ما لقيت منين تقطع الكياس ونقطع الكياس تو الكراهب الحماية والجيش ما لقاش منين يقطع. خيط ابيض هكا كلامي هو نص زي براسهم يخيبون. نحن عرب هكا في عبادي مخير عبادي اساسي عبادي انا ناجي عبادي يا اخي يهزنا اللغم ما نعرفش يهزنا ويطيشنا فقنا كان ما نعرفش ربع ساعه يا اخي رجعنا من الدار كلمنا السلطه المعنيه بالامر يا اخي شو جبنا الحمايه سيدنا مشكورين يا اخي وديا انا في سبيطار الاولاد واولادي شوفونا حد مش حل رانا في وسط الجبل رانا في قلب الشعنبي الارهاب الشعنبي الدعوه تو جميع الدول ولا دعوه يا اخي جو الارهاب وعشوا بوحدنا ونحنا وسطهم ثم وسطهم ونمشي يا اخي ما نباتوش نرقدوا الليل قلنا ما يسالش يا اخي ماشي نموتوا يا رسول الله ونحنا تجاه موتى ماناش حي تجاه شهريه لا ثم حتى شيء ما بعيد علينا كل شيء بعيد علينا كل شيء لا شهريه معناها تونا هكا عمري شوفوه قديش لا خدمه لا حتى شيء شات الحي اعطينا تو الناس تخدمها وسالوها كيفاش ما توصلش خلينا نحن مش ناخذ يا رسول الله زيد الموت وصحيحنا ليه يا رسول الله مش عمال هذا الله يهلكهم الله يهلكهم كنا نسمعوا بهم السمع كنا لقينا بواطين ما نبقوش غير نحولوا بواطي كنا لقينا تحت حيطنا نبقوا تحت حيط ولا نموت الموت شكون يتيقى حضره